إيش كثر ناس يعانون من حبة الحرارة اللي تطلع في الشفايف، خاصة لما يبرد الجو أو في موسم الشتاء؟ ليش نسميها حبة الحرارة؟ لأنها تعور كأنها حرارة في الشفايف. طبعا العلاج أن نستخدم لها كريم زوفراكس اللي هو أساكلوفير، لأن سبب هذه الحرارة هو فيروس الهربس، فهذا الهربس نحتاج أن نستخدم له كريم في مضاد لهذا الفيروس، فنستخدم له كريم الزوفراكس أو الأسايكلوفير. نستخدم هذا الكريم 5 مرات في اليوم لمدة أسبوع أو أسبوعين لما تروح هذه حبة الحرارة. في ناس يتضايقون منها مو لأنها تطلع لهم، مشكلتهم أنها تتكرر عليهم، يعني يعالجونها وترد ويعالجونها وترد. شنو سبب أنها ترد؟ أغلب الناس اللي ترد لهم هم الناس اللي عندهم ضغط نفسي أو دائما يعضون شفايفهم. لكن ما لنا شغل في هذه الأمور، خلينا نشوف شنو الحل. أي شخص تحوش حبة الحرارة أكثر من 3 مرات في السنة، الأفضل أنه ياخذ حبوب مثل الكريم هذا زيفراكس، لكن حبوب، كورس حبوب. هذا كورس وقائي ياخذه فترة معينة كل سنة عشان يمنع أن حبة الحرارة ترد له من وقت لثاني، فياخذ فترة معينة كل سنة كأنها تطعيم ضد هذا الفيروس أنه ما يرد له مرة ثانية. فهذا هو الحل حق الناس اللي تتكرر عليهم حبة الحرارة. إذا شفتوا أن هذا الفيديو فاتكم لا تنسون لايك وسبسكرايب. عدد اللايكات تعطينا دليل وعلامة وإشارة منكم لنا أن نستمر في هذه الفيديوهات ونسوي فيديوهات أكثر. شوفكم على خير.